قيسه وشوف جماله. انا عايز اركب لك حاجه عليه. ماشي. هنا تعالى كده معايا. يا ريت سويتشيرت اهو. لا 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 انا هدي لك حاجه 36 بس المقاس. ايوه اهو. اتفضل حضرتك. ميرسي. اتفضل البس جوه. اهي حضرتك جوه. البس. خلاص. رد عليا. لسه يا فندم لسه يا فندم. بس قول لي لسه. خلاص. لسه يا ستي لسه. خلاص طب قول لي لسه بالراحة انت عصبي ليه؟ خلاص. رد عليا. احنا نلعب استغماية. اجيب لك حاجة تهوي. خلاص خلاص انا في ايه صوت. لا لا لبست لبست. لبست ايه التحفة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده انا سعيدة سعادة. تعالى كده. تعالى كده. تعالى تعالى لي كده. مفيش ملايه نزلت عشان مش شايف البنطلون. اديني وشك اديني وشك. الله شفت دول بقى. انا عايز بقى بص حضرتك هتركب هنا. شكرا. مع السلامة. باي باي. يا ستي انا عايز البنطلون والتيشيرت بتاعي. بقول لك ايه؟ وانا من ساعة ما دخلت وانا حاسس انك مش طبيعية. بخ. انا حد بخ ايه؟ بخ. بخ يا باشا الهدوم. بخ. بلاش الهدوم قول لي. طب بقول لك بخ. بخ. بخ يا وزير تقفل البنطلون من فضلك. تفتكر ان انا لو سمحتي بنطلون. عشان من فضلك اديني حد اكلمه. بس انا لو سمحتي اديني حد اكلمه. انت داخل عشان انا وحدانية داخل تعاكس. وحدانية عاكس مين؟ عشان منظري يتعاكس. انت من ساعة ما دخلت. من فضلك اديني البنطلون بتاعي. انا حسيت. لو سمحتي انا هتصل بالبوليس واعمل لك مصيبه هنا. هو كل واحد يخش يقول لي جيب البوليس. ما انت شكلك معتاد على كده. ليه عملت شكلك إيه؟ متعوده ودي شك ده انا شكلك كده بصراحه رايح واللي جاي بقول لك على بعضك شكلك غريب كده. ايه ده ايه ده يا ست انا عايز حاجه خليني اقول من وشك بقى. وانت ما ينفعش كده يعني. تضيع الحاجه بتاعتك وترجع تقول اضيع فين انا في محلك حضرتك انا مش في الشارع ولا في اتوبيس. هو انا غفير عليها؟ ايه غفير انا مش غفير انا في محل الخروج والمحل متقفل ومفيش غيرنا تقريبا في ناس كانت واقفه. لا حضرتك حضرتك انت شايفاني انا داخل لوحدي من بره. ايه 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 انت شايفاني انا داخل لوحدي من بره. ايوه شايفاك صح. يبقى من فضلك من ساعتي بهدوء اديني حاجتي لو سمحت. لما انت قلعت الهدوم جوه انا كنت جوه. حضرتك هتخش زي معايا جوه. حضرتك اللي سرقك واحد زيك زبون زيك. ازاي زبون زيي؟ طب حضرتك اتصرفي. طب اعمل ايه؟ ازاي ما اعرفش اتصرف ولا في حاجتي ولا ايه؟ في الشارع والعربيه واقفه ومفيش معايا ولا رخص ولا ولا مفتيح. الله تعالى زبون اجري في الشوارع انا. يا ستي بلاش البرود اللي انت فيه ده عشان شكلك كده بارده ومش كويسه يعني صراحه. ليه فين البرود ده؟ حضرتك مش شايف ان مفيش برود يعني ولا في ايه بالظبط؟ طب اعمل ايه؟ حضرتك تحلي لي الموقف اللي انا فيه. انا دلوقتي عايز حاجتي لان انا كل مصالحي في المحفظه بتاعتي. طب كده ده كلام تكلم انثى بيه؟ دي طريقه تكلم انثى بيها؟ يا ستي من فضلك لو سمحتي من فضلك من فضلك تاني ابوس ايدك خلصي الموقف ده خلصيه. مش هنبوس ايدين بعض عشان انا خطيبي لو دخل وقلبي تبوس ايدي تبقى نصيبه. يا ستي بلاش جنان هقلع ازاي والحاجه مش موجوده جوه؟ انت في حاجه يعني ولا ايه بالظبط؟ تخش تقفل الشارع وترمي لي حاجتي بره وهفضل انا كده في البرافه. فتفضل تعمل ايه؟ اما ازاي هاخد من كوب؟ مفيش لبس بتاعي جوه. دي لبس ولا اخش؟ حضرتك تديني الهدوم. انا جوه اهو اديني لو سمحت. يلا اقفل بقى واقفل. مش هقفل ولا هتزفت. هتجيبي الحاجه ولا ايه؟ اقفل حضرتك وهتقفل الهدوم. يا ستي من فضلك خلصي. لقيت لك حل. لقيت لك حل. ايه قولي وتقيلي وخلصي. اهو الحل اهو. انت تديني القميص والبنطلون بتوعي. كويس. انا عريان يا اختي. لا عريان وده يخلصني. يا سلام. اهو هتاخد الحته الحلوه دي هتحطها كده وتسترسب زي العمليه. انت بتستضافي كده اهو. بتستضافي ولا بتستهبلي؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا الله الله. تعالى اتفضل اتفضل. ارفع بقى البنطلون سنه. ايوه هو هنا هنا ممكن ناخد قبه صغيره. يتقطف قطبه اللي هي الشفه تاخد قطبه صغننه كده. وده ممكن برضو. شكرا ده. شكرا. مع السلامه. باي باي. ايه ده حضرتك البنطلون إيه؟ فين ولا في ايه؟ البنطلون. ايه ده؟ البنطلون بتاعي. بنطلون ايه؟ البنطلون لسه قلعه دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه حضرتك؟ ايه ده ايه؟ ايه ده؟ يا هاني علي البنطلون هو قلع جوه البنطلون ولا قلعه فين؟ نعم نعم. ثانية واحدة. ايوه انا لسه داخل دلوقتي. نعم لسه داخل دلوقتي. ما تعملش دقيقة. يمكن حضرتك لابس الاثنين على بعض. لابس ايه حضرتك؟ انا طالع ماسك البنطلون في ايدي. الاثنين الاثنين. اهو مفيش بنطلون تاني اهو. اهو. بتوريني ايه؟ اوريك ايه؟ ما انت لابس ايه يعني هسرق بنطلون؟ ما تورينيش حاجة. لا. يا حضرتك ايه اللي بتعمله ده؟ ايه ما انت بتقولي لي لابس الاثنين في بعض. حضرتك اقفل بقى. ما قفلنا حضرتك بقى. شوف البنطلون فين. لو جه خطيبي ولاد بالزعالة هيبقى يوم اسود. يوم اسود على دماغكم كلكم. انا عملت لك ايه؟ هولع لكم فوق من المحل. ليه حضرتك؟ فين البنطلون؟ قطع الزبون سرق. بقول لك ايه؟ فين البنطلون؟ حد سرق. ماليش دعوة. بخ 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 يا أنا.
الله يخليك عشان انا بصي العبايه بتنطط في وشي. بص انا اناسه. بص بص اناسه. ما تفرقش معايا. هتمد ايدك. ما تفرقش معايا. اروح فيك في الدايه. انا هتضرب وتجري. اضرب واجري؟ ليه وانا عايز صغير اللي اضرب واجري؟ اما انت تعمل زبون. انا هفكسر وهديلكوا المحل. يعني انت في ايه؟ يعني انت بتعمل زبون بالقدره بقى. بول بالقدره ذكي قدره اي حد. ما بيهمنيش. كان يمسك توبه بسني ويروح خدت في عجلاني. بص يا ست انا مش عارف. بص من الاخر مش عايز امد ايدي عليكي. حضرتك ولا تقدر تمد ايدك. هاتي لي اتخن تخين وشعر نصين. حضرتك انا حاسه ان انا في المطار. مطار عزيز طيب. ولا راكب. بقول لك ايه البنطلون. شوف لنا البنطلون لو سمحت. اولا بعد اذنك. بعد اذن ايه وليله ايه؟ اديني يا ست الحميه بقى. اديني البنطلون بتاعي. اديك ايه؟ تديني البنطلون بتاعي. همشي بيه بقى ان شاء الله. تمشي بايه انا؟ ايوه. او انا اديني انك تمشي كده؟ ايوه ماشي. هديك شورت بتاع حماده. ايه ايه؟ شورت بتاع حماده. حماده مين يا ست؟ تمشي رياضي مش انت رياضي. والنبي بقول لك ايه الله يخليكي. الله يكرمك عشان انا اخري. خلاص. خلاص. انا مش هيرضيني. بص حضرتك انت تحط دي كده هو وتسرسب زي الامامير. هوب 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 هوب. ايه ونيلة ايه يا ست؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه انت اللي في ايه ولا في ايه انت؟ الاسود ده قماش بقى يعني غسيل ولبس ومكوى. ما تصورش بقى اشياء كتير. كويس. معاش كم حضرتك عايز؟ 38. تمام. الله. تعالى تعالى ورينا بقى كده في النور. ايش الشياكه دي؟ تعالى كده. ايوه. لا ثانيه واحده اشوف الرجل حضرتك من تحت. ايوه. لا 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 ده حضرتك بقى. ده حضرتك بقى بعد الغسيل اتفرج على جماله حضرتك. شكرا. مع سلامه الله. مع سلامه. اتفرج على جماله بقى. يلا يا استاذ مبروك. ولو عايز الوانه انا تحت. لا اشكتي ده في منه الحريمي تحفه. الحريمي قماش يجنن يجنن. لو عايزه منه البنطلون بتاعي مش موجود. لا هجيب لك اللي انت عايزاه. البنطلون بتاعي مش موجود. نعم البنطلون بتاعي ماله مش موجود جوه. ايه ده ايه ده؟ تعال شوف يا ست. ازاي ايه ده البنطلون يا هاني؟ هاني ايوه. هو الاستاذ قلع جوه؟ ايوه هيقلع فين يعني؟ هيقلع فين؟ في محفظتي وفي فلوسي وفي مفاتيحي وفي 260 جنيه. حضرتك حاطط كل الحاجات دي في البنطلون؟ ايوه. طب ليه حضرتك مش عامل مثلا كوبي من ده؟ كوبي فين؟ محفظه بتاعتي. ليه 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 وانا همشي باتنين كوبي معايا؟ هو داخل خرابه مثلا او لا مش خرابه حضرتك. ما تغلطيش. حضرتك ليه في ايه؟ وانا بغير في الشارع. ما تغلطيش ما تغلطيش. مكان محترم. وانا بقول لك لا بصراحه باين انه محترم قوي. هو اتسرق. شوفوا اتسرق. اول مره نخش محلات. المفاتيح والعربيه والفلوس. واحد داخل المفروض ان هو محل محترم وناس محترمه عشان يشتري بنطلون. تمام. ايوه محترم. دخل عشان يقيس البنطلون. سيبك منها دلوقتي. دخل عشان يقيس البنطلون فبالتالي قلع بنطلونه القديم. حلو. طبعا هو مش حاطط في دماغه بقى ان هنا جماعه حراميه ونصابين وكدهوت. فسيب مش جماعه حراميه يا ست. انت الشراب اعمل ايه؟ انتوا حراميه. لا 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 انت حراميه. دخل هو جوه كلم البوليس عشان يغير يجيب البنطلون القديم. تمام. بيبص ما لقاش البنطلون. نعمل احنا ايه بقى دلوقتي؟ البنطلون فيه فلوسي ومحفظتي. ما مسكتوش في ايدك ليه؟ ومفاتيحي. ما مسكتوش في ايدك ليه؟ انت كنت ازاي يا ست انت؟ زبون سرق زبون. مفيش حد اسمه كده. ايه ده؟ لازمنا ايه؟ الست دي مسؤولة صاحبة المحل. مرسي لي. يا ست دي صاحبة المحل ومسؤولة. طب ما حضرتك انا مش مسؤولة. انت مسؤولة. طب احنا كلمنا مفاتيحي وفلوسي ومحفظتي. البنطلون ده مش هيتقلع. مش هيقدر يمشي. مش هيغير غير لما انت تجيب البنطلون بتاعنا والحاجة اللي فيه. حضرتك اتصرفي. اتصل بالبوليس. انا اللي اتصل. انا ماليش دعوة. اتصل بالبوليس. مش هقلع البنطلون. بقول لحضرتك مش هقلع البنطلون زي ما بقول لك. غصب عنك. مش هقلع. ايه غصب عنك دي؟ مش هقلع. ايه غصب عنك دي؟ اوعى تشتري. ايه يعني احنا اللي بنشتري البنطلون؟ مش هقلع البنطلون. هديك الشورت بتاع حسام ابن اخ. شورت ايه؟ شورت اصفر عندي هنا بتاعه. انت بتتزايد بيها يا ست انت؟ يا ست في ايه؟ شورت اللي نمشي بيه في الشارع ده. انت بتهرجي. بحلله. انت بتهرجي. ممكن اقول الحل؟ طب اتفضلي قول. من غير ما تتنططي في وشي. ايه الحل؟ قولي ايه الحل؟ طب اهو. الحل اهو. ايه الحل؟ بعد اذنك اسمع من الحل. بص حضرتك. اه. بص حضرتك. ايوه. ان شاء الله. الاشارة بالازرق الجميل ده. ايه الاشارة ده بقى؟ ايه ده بقى؟ حضرتك لاني انا ما قدرتش استحمل مصاريف المحل كلها عليا. أيوة. بنطلونات وحاجات. أيوة. انا هاخد البنطلون بتاعي. أيوة. وحضرتك تاخد ده كده وتنزل لغاية عربيتك وتروح بسرعة. ايه ده؟ ايوه الله. لا ما تلبسش الحزام. تعالى لي بقى على كده. ارفع بس. تمام.
من هنا من السويتر. لا ده كاجوال، اصل انت اول ما دخلت عليا حسيت بجاهل بانك كاجوال كاجوال يعني. لا خديتك عشان لما تقعد، لما تيجي تقعد شكرا تريح. شكرا باي باي. سلام. باي باي. البنطلون كده يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. ايه لو سمحت يا مدام. ايوه البنطلون بتاعي بس كان مادموزيل لو تكرمت. البنطلون طيب انا ما ارتبطتش. بنطلون ايه؟ البنطلون بتاعي كان هنا دلوقتي. ماله حضرتك؟ مش ماله، مفيش يعني، هو كان هنا دلوقتي. مفيش ازاي؟ انت قلعت هنا ولا هنا؟ لا هنا. ممكن حضرتك طيب تقلع يعني البنطلون؟ انا بدور وقت امشي ايه؟ امشي بالبوس في الشارع. لا تمشيش بالبوس. امال امشي اعمل ايه؟ انا هحلها لك. هتحلها لي ازاي يعني؟ هديك شرط بتاع حماده ابن اختي تهرب بيه. حماده ابن اختي في ايه؟ ما تخلينيش اقفلك المحل ده. اقفل ايه؟ ما تقدرش طبعا. اقفلهولك ازاي ده؟ لا اقفل المحل طبعا. بخ 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 بخي بخي بخ بخي بخي بخ بخي بخي بخ بخي بخي بخ. يا خبر ابيض. فرصة يا لا بيك خضتيني. لا لا خضتيني. انا بتقولي انت خضتيني. اه ما تلخبطي. شكرين شكرين. عموما بنطلونك في حفظ الصوت زي ما بيقولوا. ايوه. وكل حاجة قول المحفظة والمحفظة والمفاتيح. ماشي ماشي. اولا احنا سعداء جدا بالفقرة دي اتصورت. ايوه. لو حضراتكم عايزين تذيعوا هتقولوا نذيع، مش عايزين تذيعوا ما نذيعش. لا نذيع. نذيع ان شاء الله. شكرا. تحت امرك. نذيع. متشكرين. والبنطلون حضرتك اللي خدته كادو ده مننا وميرسي والف مبروك. لو حضرتك عندك رغبه في انك تذيع هتقول اذيع. طبعا تذيع. لا نذيع على بركه الله. بعد بخ بخ نذيع. اللقطات اللي واخدتها كلها طبيعيه، والابطال انا وانت وهي، انا وانت وهي وهي. خلي بالك هنصور وانت ولا على بالك. خلي بالك هنصور.